الإعلامية راغدة شلهوب، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك وتنعاد عليك. ميرسي كارين، كمان بدي اقول لك هابي نيو يير لإليك ثانك يو. وينعاد على كل المشاهدين. مصمم نمرة سعادة، بونسوار. بونسوار كارين، كيفك؟ كيفك؟ هابي نيو يير. ثانك يو سيم تو يو ولكم صبايا لحد يعني قاعد بالنص انت هيك مثل هارون الرشيد. انا من قده فعلا من قده لنمر الليلة. ما تغاروا مني، بفهمكم بس ما تغاروا مني. الاعلاميه جريس بعقليني، مساء الخير وتنعاد عليك. وعليك يا رب، شو حلو. ان شاء الله كل هالسنه عن جد تكون جايبه معك كل الالوان الحلوه، ان شاء الله ونخلص يا رب من الاسود، ان شاء الله ننطلق الى الالوان الحلوه ان شاء الله لكل مشاهدينا. اكيد راغده بتوديع سنه جديده واستقبال سنة جديدة، توديع سنة قديمة بالأحرى واستقبال سنة سنة جديدة. جديدة. ما بعرف الواحد في هيك ايه. مشاعره ما بيعرف يحطها بأي خانة. هيك نقلة نوعية يعني، عرفتي؟ أنا جاي بالكاس للي برجو التور. يا وردة وردة السنة لإلي. برج التور. أنا جاي أكون خبية حلوة لأصحاب برج التور. أنا كثير انبسطت من كارمن، عم بتقول السنة سنتي مظبوط؟ برج التور بامتياز، بتشتغلي على حالك ولكن الفرص قدامك. فرص لقدامك، فرجيني شطارتك السنة الجديدة، سنة 2012. هي سنتي سنتي خلص بامتياز يا رب. نمر شو برجك؟ يا رب نمر. نمر راح كوما. قال يمكن دور. انا ميزان. ميزان بعد ما بنعرف، بعد ما بنعرف هلا بعد شوي بنخبرك. استنطقناها انه مش هلا. انا زعبرت واخذت الست سورديس يعني علامه القوس. القوس ايه تحت ال ايه تحت الكواليس عشرة. يعني مش عاطل بس انت عندك 9 على 10. انا 9 على 10. انا متفقه خلص، انا رح وزع لكل اصحابي ومحبين ايه من الحظوظ اللي عندي. ايه انا ما عندي مشكله، ميرسي. هيدي الجود لك لإلك، هيدي الجود لك يا رب تنعكس على كل الاصعده وعلى كل الناس. اخذت انا منها الورده بيطلع لي نف ولا لا؟ لا 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 عاد ما حصل الورده. نمر نمر عاد حد هلا عاد بيطلع لك الشوكه. مش مشكله راغده. قد ايه هيك التفاؤل الواحد يفوت بسنه جديده يقولوا له انه انت جد يعني حتى بالابراج او حيلا حدا هيك يجي يقول لك بيعطيك هيك بوش بوزيتيف. مزبوط. الانسان بتحس مثل كانه تكمش بهالشيء وعن جد الاشياء البوزيتيف عم بتصير معه. مزبوط. مجرد ما انه يفكر بوزيتيف معه. مزبوط. حالة عم تقولي لي يعني شو بتكون مشاعرنا نحن وعم نودع سنه وعم نستقبل سنه جديده، هو الامل انه بكره شو ناطرنا، وان شاء الله الايام اللي جايه تكون احسن من اللي مرقت علينا. وما غلط اللي قال عاده بس يودعوا السنه بيقولوا يا رايح كتر القبايح، يعني خذ كل الاشياء بشعة وخلينا نستقبل الاشياء الحلوه. انت انسان متفائل بالحياه وناجح واسم الله عليك. لك هالبدله شو حلوه يا زوزو. ها من تصميمه. انا طبعا الفضل الفضل لنمر بهالسرعه هيدي، قدر عن جد اسم الله عليك حبيبي. ثانك يو اسم الله عليك. بعدنا ناطره كرافتي من ايام 10 سنين يعني. انا بدله، ما هو حسب الاشخاص، البدله بدله جهزت ب ساعتين مع نمر. كم جايبة فيها؟ ايه بالفعل في شيء بالجايبة نمر ولا لا؟ كمان جايبة نمر. عادة نحن بننطر هالليلة نحتفل فيها، في عالم بتحب تحتفل فيها ببلدها مع الأصحاب، في عالم بتحب تسافر، في عالم ما بتحب هالليلة. يعني أنت وين موقع بهالليلة من رأس السنة؟ يعني بعد ما تفل من عنا هلا وين رايح تحتفل؟ ليك دايما قبل رأس السنة في شغلتين بيجوا على بالي، يا بعمل رأس السنة يا ما بعملها. اوف ايه بتصير واقع بين انه بلاقي هالسنه هذيك السنه ما كانت مزبوطه، بتكون ليله وقت اللي قبلها ممكن ليله اللي بعدها، بس بدك تضلك تتفائل وتقول انه لا رح اعمل راس السنه ورح تكون حلوه. بس بينما يعني اذا بدك بين انه تطلع حلوه وما تطلع حلوه بتعيش بهالفراغ لا بين ما يوصل هذا الوقت. ما تعملها وشو بتعمل؟ دي في دي بالبيت. ايش؟ مثل كل يوم رواق ما مثل كل يوم. كيف بتودعها مثلا؟ وبتضحك على حالك. شو بتقول؟ بتقول شفته شو صار معكم؟ ما انبسطتوا، انا حضرت دي في دي وكنت مبسوط كثير. مزبوط. والكريموت بايدي. ايه. انا مسيطر على الجو كله، مسيطر كله. ريس هالهاي اكسبكتيشنز اللي الواحد بحطهم على سهره راس السنه امرار كثير بينصدم. صحيح. انه بيكون محمس 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 رايح بتطلع بايخه مثلا او بتطلع منا حلوه. عن جد قد ايه بتعرف؟ مش بس هيك، برافو عليكي. قد ايه الواحد مثلا مثل ما قال هلا نمر بدها قوه وقرار انه تقولي انا ما بدي اروح اسهر على راس السنه بدي اقعد بالبيت. مش هينه في عالم بتعمل علاج
ليش؟ قبل ما تروح حتى كانوا هاي الليله انه انا بدي اروح امشي ما قدرت اصلا الهاي اكسبكتيشنز دائما في وراها هاي ديسبشنز مش هيك انا اي كيب ات لو يعني دائما انه يمكن انبسط واذا اذا انبسطت بكون بلس واذا ما انبسطت بكون انا متوقعه يعني راغده بتختاري الاشخاص اللي بتسهري معهم ليله راس السنه وبتصري اذا اشخاص بيزعجوكي ما يكونوا موجودين لا تكون صريحه معك انا ما كثير بحب اظهر ليله راس السنه يعني بظهر يعني ثاقبت ما بعرف حسب السهرات اللي بالحياة اللي مرقنا فيها بتدعي البسط والفرح انه بتصير رايح انا مجبور انبسط لا لازم الليلة انبسط بالمصريات اللي دفعهم ايه وبدي اتحاول بس انا شخصيا بحب سهرة البيت اكتر بهيدي الليلة تحديدا بحب نقل التلفزيون احضر مع اصحابي مع اهلي بس تختاري اشخاص يعني ايه اكيد اكيد الرفقة مهمة مش بس لتراس سنة يعني بس بشكل عام لا بهمني الجو اللي بكون فيه لانه بحس راس السنة فرصة مجبورين يعني ظاهرين وممنوع شوف حدا زعلان وممنوع حدا يشوفك زعلان سهرة عادية ممكن تنفق اسمها كتير تنبسط بتمرق بس براس سنة مش مسموحة مش مسموحة شو كمك تقول لكن هبقول انه بتحب الطبخ كتير هي بتحب تعمل جو بالبيت وبتعزم اخر الناس. مرة عزمتك دخلك كيف كانوا الأكلين ما في دليفري نحن ما عزمتنا بحياتنا هلا طالع سنة 2012 مقضينا عندك بالبيت من وراء تجربة الفاشلة مع نمر بطلت ما حق علي حق الكنت بس جريس تطبخ نمر جريس تطبخ ايه بس مش ليلة راس السنة يعني اجمالا اجمالا يمكن عيد الميلاد ممكن تشوفني واقفة على المطبخ بشكل كتير كبير واقفة على المجلة بس لا راس السنة لو قعدنا بالبيت شهر سبع او سبع سبعة عشية عند الأقباط لا عندك عندي أنا هو ليلة عيد الميلاد ليلة الميلاد حتى عند الأرمن من عيد ومن هلأ طائفة الأرمنية الكريمة أوكي ليش لا في زليبي لأنه بكون كمان عندنا لخطاص مزبوط في البس بدلة من عندك ليلتها إذا بدك حس لا أنا شيء لإلنا إنه للستات ولا بس نوزع كل شيء بدل صغيرة بدل بدل عن ضايع بدل عن بس لا أكيد إنه إن شاء الله يا رب تكون هيدي السنة بتعرفي راغدة حاملة خير أهم كتير للبنان لأنه وقتها بتحمل خير للبلد بتحسي أنه كل الناس ارتاحت كيف شايفين لي كارين اليوم؟ أنا قلت لها تغزلت لها بالأحمر دغري كيف أنا رح أقعد حدا كل ليلة راس السنة من هلأ لثلاث الصبح هون حد كارين طب ليش ما لبقت؟ تكرر هالقعدات وجمعاتكم بالتلفزيون لسنين لقدام إن شاء الله يا رب تمك لباب السماء يعني هي طبعا جلساتنا تكون على 65 يوم ولا انتم ستوا بس نهار الاحادات تكونوا صرنا الاحد ليلة السهرة عنا والليلة ليلة راس السنة اي مزبوط وانتم كل يوم يعني نحن دائما بنتابعكم ونمر دائما بقلبنا يعني اليوم نحن حبيناك زيادة وانت وعدتني انه تاخذ كثير سكسي البرلي ما بعرف لا لا اخذت طب ليش ما لبقت له الاحمر لكمان لجوزيف مع فستانة لا انا بعد كان رأيت انه هيك عندها كاركتر اي وعلى طاقة هي كاركتر شحرة يكونوا لابين اشواء اكثر شوي مع بعض لا بس هو لابس احمر يعتبر احمر سمار لابس احمر نحن بدنا نتمنى لكم كل خير وشكرا لوجودكم معنا ميرسي خلص هالابراج بدي اقوم انا؟ ايه عندك هلا برج مين دخل؟ الاوس مين؟ الاوس مثلا؟ ما في، فإذا رح ننتقل هلا قبل البرج ننتقل نشوف شو بالميوزك هول وبعدها بنعود لمتابعة سهرتنا نسمع سوا اوكي يلا